يوم 15/12/2013 أصدر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قرارا بتجميد نشاط الكرة الطائرة في مصر، والسبب المعلن والسبب الأكيد أنه مصر عليها 600,000 جنيه قيمة مشاركة منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم. الخبر الحقيقة نزل على الناس كصدمة، لكن في ناس كتير كانت متوقعة. احنا هنا معنيين بمناقشة القضية، معنيين بمناقشة الأحداث طالما دي قضية وطنية، هنحاول نستعرض فيها كل الآراء وكل وجهات النظر. ده الشغل المهني بيحتم علينا ده. لذلك مشرفني ومنورني في الاستوديو سيد جمال شيحة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة. برحب بحضرتك فندم، مشرفنا ومنورنا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كويس الحمد لله. صح التاريخ ذكرته صح، يوم 15/12؟ 15/12 طيب اللي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا هيسأل ايه بالظبط القصة، ايه خلفيتها، ايه اللي حصل، وايه 600 ألف جنيه اللي بسببهم مصر بيحصل فيها تجميد لنشاط الكرة الطائرة. حضرتك ببساطة شديدة ان عندنا فريق كرة الطائرة للناشئين تم تأهيله للاشتراك في بطولة العالم بالمكسيك. كويس. الاتحاد الدولي عادة لما يكون في اشتراك في الاتحاد في البطولات العالمية بيبعت التذاكر للفرقة فري ببلاش. حلو. ببلاش فهو فعلا بعت خط السير في 1/5 بالضبط، بعت خط السير بأن الفرقة هتمر على أمريكا في سان ديجو. ماشي. بعد كده وفي نفس الجواب قال أن الاتحادات الوطنية عليها أنها تستخرج التأشيرات الخاصة بالبلاد اللي هتمر عليها. احنا طبعا ما عملناش حاجة، ما تمش اي حاجة. الفرقة راحت عشان تسافر في المطار. ثانية واحدة، ما تمش دي غلطة مين؟ غلطة الاتحاد بالكامل؟ في جهاز اداري في الـ في الـ في الاتحاد مسؤول عنه رئيس الاتحاد، لانه هو اللي بسيره. مين اللي ماسك الجهاز الاداري؟ مين يا فندم اسم الاداري؟ مين هو الحاج علي؟ هو اللي ماسك الجهاز كله. هو ما فيش عندنا مدير تنفيذي. ما لم يتم تعيين مدير تنفيذي النهارده، لغايه النهارده سنه ونص وما تعينش مدير تنفيذي حتى الان. وبالتالي اي مشكله اداريه او اي حاجه اداريه اللي بيحلها هو الحاج علي. هو الحاج علي لان هم رئيس اتحاد الطائرة. تمام مظبوط. في نفس الجواب زي ما قلت سيادتك ان هو الاتحادات الوطنيه هي مسؤوله عن استخراج التاشيرات. يعني انا طلعت لك التذاكر ببلاش. أيوة. وبقول لك ان انت هتعدي على سان دييغو في امريكا. بالزبط. وبقول لك برضو انه التاشيره الخاصه بكل دوله انت هتعدي عليها دي قصتك انت مش قصتنا، انت اللي هتدفعها. بالظبط. كويس. احنا ما ردناش. اخذنا التذاكر وقلنا حلو ما ردناش. والفرقه راحت المطار ورجعت من المطار ما رضوش يسفروها عشان ما فيش تاشيره لامريكا. حصل في اتصالات بيننا وبين الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي قال ان التذاكر خلاص انتهت لان التذاكر ما ترجعش، فات معادها فخلاص راحت عليها. اذا كنتوا عاوزين تشتركوا في البطوله يبقى تطلبوا تذاكر جديده بخط سير اللي انتوا عاوزينه، بس تدفعوا القيمه بتاعتها. تم الموافقه على هذا المقترح من الحاج علي السرجاني بدون العرض على مجلس الاداره. دي حاجات ماليه. يعني الناس اتصلوا بيه مثلا هاتفيا قالوا له احنا دلوقتي في ازمه، يا اما اللعيبه ترجع تاني يا اما تسفرهم على حسابكم. على حسابكم التحدي. اذا كنت عاوز تسفرهم بقى تشتركوا في البطوله يبقى على حسابك. الحساب كام؟ 73,000 فرنك سويسري. ما يعادل 600,000 جنيه مصري. بالظبط كده. الدكتور عمرو، الحقيقه الدكتور عمرو علوان رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطايره. ثانيه واحده هقف برضه في النقطه ديت. الراجل هنا الحاج علي السرجاني انقاذا للموقف قال للناس تسافر و600 الف جنيه ندفعهم، صح كده؟ قال وافق، بعت موافقه. طيب كويس. بعت موافقه للاتحاد الدولي. ماشي. الدكتور عمرو استشعر بان المبلغ كبير جدا ومحتمل احنا ما نقدرش ندفعه. فكلم المهندس طارق عبد الحكم نائب رئيس الاتحاد وقال له ارجوك بلغ رئيس الاتحاد بان ممكن احنا ننسحب من البطوله ديت ونعتذر ويبقى الغرامه اللي هي هيوقعها الاتحاد الدولي حوالي 5000 6000 دولار يبقى مقدور عليها واحنا ممكن نشيلها ان شاء الله، لان الغرامه نائب للرئيس الاتحاد. ايوه، لان الغرامه تختلف عن قيمه التذاكر. قيمه التذاكر ديت وكاله السفر هي المسؤوله عنها. فهتاخدها. الاخ طارق كلم الحاج علي. الحاج علي اصر ان الفرقه تسافر وسافرت الفرقه.
حصل بعد كده مطالبات من الاتحاد الدولي هاتوا لنا الفلوس. الحاج علي اخذ الاسلوب او تصور ان هو يقدر بمراسلات بينه وبين الاتحاد الدولي وتصورات هو عنده بان انتوا اخطأتوا ما قلتلناش ان كنتوا حتى انه هيمروا على امريكا، انتوا مش عارف ايه، بعتوا التذاكر متاخر، مراسلات هو حط في اعتقاده انه يعملها ويخرج من هذا المطب. الا ان طبعا وانت تعلم جاي لنا يا استاذ ابراهيم ان الاتحادات الدولية دي عندها منظومة عمل مظبوطة 100%. حصلت مراسلات وكلام، بعتوا ما فيش رد. الاتحاد الدولي بعت اختار قال في ظرف 7 أيام لو ما تدفعش الفلوس سيتم النظر في إيقاف النشاط الدولي للاتحاد المصري للكرة الطائرة. طبعا كان الكلام ده يوم حد، استنينا عشان يعمل مجلس إدارة طارئ ولا حاجة عشان بسرعة، ما فيش اتنين، ما فيش تلات، ما فيش. أنا ومنى وهناء، منى عبد الكريم وهناء حمزة، إحنا التلاتة أعضاء مجلس الإدارة، طلبنا رسمي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الموقف السريع. استجاب أخيرا وعمل اجتماع يوم الجمعة الساعة 10 صباحا. احنا قعدنا وطبعا حصل طرحنا هذا الكلام كله، وحصل ان هو بيقول ان احنا نعمل وفد يروح يقابل الاتحاد الدولي. احنا وفد ليه؟ الوفد هيصرف كام؟ ده انت مش اقل من 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه عشان تروح وفد تروح تقعد هناك. علاوه على ان يا استاذ ابراهيم ان هو كان بيقول ان في اخطاء وقع فيها الاتحاد الدولي معانا. طيب هسمع وجهة نظر دكتور طارق القدر عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، برضو نقترب أكتر من الصورة. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم، وأهلا طبعا أستاذ جمال شيح حضرتك العزيز. أهلا بيك. عايز أعرف رأي حضرتك إيه في الأزمة اللي حصلت واللي بسببها تم تجميد النشاط في مصر، النشاط الدولي طبعا للكرة الطائرة. والله شوف هقول لحضرتك على حاجه، هو للاسف الشديد ان كل الناس بدات دلوقتي تبص على الازمه، رغم ان الازمه عمرها الان 6 شهور. صحيح. والكل يعلم ان يعني عارف اللي اتمسك ما دفعش مثلا ضرائب او بتاع يدفع يا الحبس او احنا يدفع يا الايقاف. الموضوع واضح وصريح وواضح، وعمره الان من يوم 5 مايو على وجه التحديد عندما بدات اول مراسلات بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للكره الطائره عن سفر بعثه من منتخب مصر للناشئين الى المكسيك. الخطاب دوت الاولاني كان في تذاكر السفر اللي بتروح مكسيك عن طريق سان دييجو في امريكا، وبين برضو بواكد ما بين سان دييجو وبين المدينه اللي هيتعمل فيها اللي هي تيوانا اللي هيتعمل فيها البطوله، بالسياره تاخد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، يعني حوالي 20 كيلومتر، وكلهم طريق طوالي وهاي واي يعني. طيب انا القصه سمعت تفاصيلها من استاذ جمال، انما انا بسال حضرتك حل الأزمة دي إزاي؟ ومن المتسبب بشكل رئيسي فيه؟ إذا كنا بنقول إنه الحاج علي السرجاني اتخذ موقف في وقت كان شايف إنه ده إنقاذاً يعني لعدم سفر البعثة، عدم توقيع العقوبة، رغبة منه في مشاركة منتخب الناشئين في البطولة. تمام، هو ده الكلام بقى اللي نتكلم عنه. هو عند النقطة ديت، اولا لا يجب ان يتخذ اي قرار يمس لعبة جماعية كبيرة، هي تعتبر دلوقتي اللعبة الشعبية الثانية حسب انجازاتها وحسب تاريخها في مصر، بقرار فردي. يعني ما ينفعش يكون اي واحد مسؤول وقرار فردي انه جاله تليفون ان التذاكر دي مش نافعة، طيب هاتوا تذاكر تانية. سئل رئيس الاتحاد المصري بالتحديد انك لو طلبت تذاكر اخرى للوصول للبطوله ستكون على نفقه الاتحاد المصري وليس الاتحاد الدولي، لان الاتحاد الدولي التذاكر اللي بعتها اولا كانت ان ريفاندبل يعني لا ترد، وبالتالي ضاعت ثمنها، الاتحاد الدولي هيدفع ثمنها. انت هتاخد تذاكر جديده هتدفع ثمنها. ابسط قواعد الاداره في مصر انك عندما تكون هتاخد قرار هيتم على اساسه دفع مبلغ 600,000 جنيه يعني اكتر من 500,000 جنيه يجب عقد مجلس اداره طارئ، وان يتخذ مجلس من قرار مجلس الاداره بالمشاركه او من عدمه، ولو بالمشاركه يدعت القرار ده
للوزاره لاتخاذ قرار وزاري، لان لازم يتخذ قرار وزاري في حاجه هدفع فيها اكتر من نص مليون جنيه. انا كنت رايح ببلاش، غلطت خطا اداري اني ما استجبتش للجوابات فتحملت مبلغ 600,000 جنيه. ما ينفعش بقى قرار 600,000 جنيه ده يتحمله شخص كده بقرار فردي. طيب حل الازمه؟ حل الازمه دفع الفلوس. انا على فكره مش بقول الكلام ده دلوقتي، الخطاب اللي كان نشر كنت انفرطت بنشره يوم 11 نوفمبر خطاب الاتحاد الدولي اللي بيدي فيه مهله للاتحاد المصري بسداد المبلغ لمده اسبوع تنتهي 18 نوفمبر. كويس. قلت في اكتر من مقال إيه ندفع الفلوس، ندفع الفلوس دي ازاي؟ المهم ان الفلوس دي تدفع. الفلوس هتدفع النهارده، الاتحاد المصري تجميده او ايقافه من قبل الاتحاد الدولي يتفك بكره. يعني اصلا ايه مفيش اي مشكله، تدفع الفلوس النهارده يتفك ايقافك، مش بكره، ده النهارده على طول في وقتها. حل في الازمه الا دفع الفلوس. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق الادور، عضو اللجنه الاعلاميه بالاتحاد الدولي للكره الطائره. كده اصبح لزمن علينا انه يبقى معانا الحاج علي السرجاني رئيس اتحاد الطائره، طالما انه كل الانتقادات موجهه الى شخصه والى تصرفه المتعلق بالموافقه على صرف 600,000 جنيه، او انه يبقى 600,000 جنيه دولت يعني هيدفعوا في وقت بعد كده لاحق للاتحاد الدولي. اصبح لزمن علينا يكون معانا على التليفون، وعلشان نبقى واضحين امام حضراتكم ان احنا بنتصل بالحاج علي السرجاني تليفونه مغلق، ولو هو بيتابعنا او حد من اصدقائه حد من الناس اللي بتتابع يكلم الحاج علي السرجاني، احنا عايزينه يبقى معانا في المداخله، يفتح تليفونه من فضله علشان يرد على الكلام اللي بيتقال في الاستوديو، علشان نبقى احنا كده بنأدي دورنا المهني بشكل واضح وصريح. اتفضل يا فندم كمل. اتفضل. ده النهايه، جانا الخطاب التجميد من اول امبارح، واصبح الوضع سيء جدا واحنا يعني مش سعداء، يعني احنا زعلانين جدا جدا. طيب. نصل الى هذا الحد. يعني عايز اسالك سؤال وتجاوبني بصراحه، هل في حاله تربص بالحاج علي السرجاني من اعضاء مجلس الاداره؟ يعني في انقسام من قبل كده ما بين منى عبد الكريم واخده صف هي وهناء حمزه وحضرتك ضد رئيس الاتحاد، هل في حاله من حالات التربص كنتوا مستنيين؟ ما فيش تربص. تربص احنا في ترابيزه واحده. احنا في ترابيزه واحده، وفي نفس الوقت هو بياخد او تعود انه ياخد قرارات فرديه، احنا بنستنكر هذا. فاحنا بنقول له دائما يبقى ياخد راي مجلس الاداره. اولا انا بقالي 23 سنه في الاتحاد، من عضو مجلس اداره لنائب رئيس الاتحاد لمدير عام التنفيذي لمدير الاتحاد. الاخت منى 12 سنه رئيسه فريق مصر منتخب مصر. هناء حمزه برضو رئيسه منتخب مصر. يعني الناس لهم مكانة وممكن كان يستفيد بخبراتنا في المجلس. إلا إن هو تواكل على الأغلبية اللي هو صنعها معاه. وكل حاجة بيعملها يقول الأغلبية. أستاذ إبراهيم كان بيخش يجيب الورقة من المكتب التنفيذي اللي هو فيه الأغلبية ويقول هو ده. نعترض ويقول لك تحفظ. هو انتوا مش كنتوا كلكم جايين مجلس متوافق مع بعض؟ لا، هو هم مجلس، هم مجموعه، واحنا انا ومنى كنا في مجموعه تانية، مجموعه عمرو الوان. طب ليه بقى الصراعات دي؟ ما هو الناس الناس دلوقتي اكيد فاهمه قصه انه ده تبع دكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي للكره الطائره، واللي كان رئيس الاتحاد المصري قبل كده، وانه الحاج علي السرجاني جه رئيس، وبالتالي النزاعات والحروب دي ما اللي بيدفع ثمنها اللعبه نفسها. احنا ما قلناش حاجه، احنا اتنين. وكان يهمنا جدا ان احنا ماشيين. ليه؟ طب ليه ما حطيتوش ايديكم في ايدين بعض من الاول وقعدتوا مع بعض وقريتوا الفاتحه؟ احنا هنبتدي نشتغل عشان خاطر صالح الكره المصريه. انا بقول لك ده بيخش بالورقه جاهزه في مجلس الاداره، بيخش بالورقه جاهزه، كل الموضوعات خلصانه وهي دي كده. حتى في يوم بقول له لا انا بعترض على الكلام، قال لي نصوت. طب ده كلام ايه نصوت؟ يعني هو احنا مثلا قاعدين عشان انت معاك الاغلبيه يبقى نصوت؟ فاصبحت العمليه كلها كده، تصويت الاغلبيه معاه. وبرضه يعني قرار السيد الوزير الكريم باقصاء ثلاثه الثلاثي اللي هم فريد عزم ومحمد يوسف حسن، المعينين دول حتى جابهم كمان معينين وسندوه كمان في قراراته، لكن كانت كلها مجامله. والسيد الوزير لاحظ هذا واستشف هذا، وكان قرار حكيم منه بان هو يقصيهم. واخد بال سيادتك؟
والا كان سابهم. فيعني كل قراراته كلها بتبقى بانفراد في القرار، تعنت في القرار، وهم معاه بيساندوه. فاحنا طبعا كنا بخبرتنا بنقول لا ده غلط دي صح. قرارات كانت بتتاخد من غير زي القرار بتاع 600,000. ما هو القرار ده يتاخد ازاي؟ طيب معلش حضرتك كنت شايف انه حل الازمه من وجهه نظرك انه المنتخب ما يسافرش؟ انا كان عندي انه ما يسافرش، لان هقول لسيادتك حاجه يا استاذ ابراهيم، حتى لو احنا مجلس اداره وكنا قررنا ان احنا ندفع 600,000 كنا هنحاسب كلنا عليه، لان ده يعتبر اهدار مال عام. طب ما انتوا برضو بتمنعوا البلد من تمثيل نفسها، بتمنعوا المنتخب ان طيب احميني بقى مصر في كاس العالم. طب يعني انت تحميني بقى انت، طب ما انت كده هترجع عليك تاني معلش، لانه ما انت كده هترجع عليك باهدار المال عام. طب انت ليه شاركت في البطولات وتاهلت ورحت كاس عالم؟ ايوه طيب ما طيب انت جاي لك تذاكر فري، انت بتتاهل علشان تلعب، ما انت بتتاهل عشان توصل. انت جاي لك تذاكر فري، ازاي انت ازاي تهدرها؟ ازاي انت جاي لك تذاكر فري، ازاي انك انت تهملها بهذا الشكل؟ هم 60,000 ولا 50,000 نقدر نتكلم فيهم، ده 600,000. ليه كلكم بتوزعوا او بتقولوا انه المسؤوليه على الحاج علي السرجاني مش عليكم انتوا كمجلس اداره بالكامل؟ ما هو انت لما احنا اعترضنا اعترضنا انا وهناء ومنى، اعترضنا دائما في كل مناسبه بنعترض على 600,000. واخر جلسه يوم في الجلسه الطارئه اللي احنا طلبناها عقدها قلنا احنا بنحافظ على اي مليم يطلع من الاتحاد لصالح هذا الموضوع. طيب لان يعتبر اهدار مال عام، مش هيطلع حسب عليه، مش هيطلع من جيب، مش هيطلع من ميزانيه، ومش هيطلع من الخزنه بتاعت الاتحاد. الاتحاد الطايره اصلا فيه عنده فلوس؟ حتى لو عنده فلوس ما يطلعهاش برضو، لان هيبقى ده تطلع ازاي يا استاذ ابراهيم؟ يعني انتوا عندكم فلوس ومش عايزين تدفعوا؟ لا انا ما اعرفش عنده فلوس، هو اللي يقول. انا ما اعرفش الميزانيه النقطه حاليا، احنا بقالنا حوالي شهر وشويه ما قعدناش في مجلس اداره عشان نشوف الموقف المالي. وليه بقى لكم شهر مش قاعدين؟ انتوا اعضاء مجلس اداره فرقه منتخب كبير واتحاد كبير، زي ما كان بيقول الدكتور طارق الادور انتوا تاني لعبه شعبيه من حيث احنا الثلاثه قاعدين امبارح انا وهناء ومنى قاعدين من الساعه 1 لغايه الساعه 7 في الاتحاد، وحاولنا نطلبه وخلينا المدير القائم بالعمل المدير التنفيذي يقوم بالاتصال بيه، ما جاش. واحنا قمنا كتبنا ورقه وقلنا احنا عاوزين مجلس اداره طارق فورا للنظر الموضوع ده، ما ردش علينا لغايه النهارده. طب قول لي هنعمل ايه معاه؟ يعني ايه في ايه؟ ايه اللي هنعمله يعني؟ معانا على التليفون كابتن هناء حمزه. كابتن هناء اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، اهلا استاذ ابراهيم استاذ جمال شيحة ايضا موجود معايا في الاستوديو. اهلا وسهلا، نورين. اهلا بيك يا بنورك. عايز اعرف من حضرتك حل الازمه فين؟ سالت الدكتور طارق الادور قال لي لابد من سداد المبلغ. المبلغ يتسدد ازاي؟ من خزنه الاتحاد ولا منين بالظبط؟ بالتاكيد طبعا انتوا بتشرحوا الموضوع كويس جدا عشان الراي العام يعني يعرف بالظبط. انا شايفه الحل هو في حاجتين مفيش ثالث ليهم، عشان نلخص عشان ما نضيعش وقت الساده المشاهدين، وعشان ما يطلعش الحاج علي السرجاني برضو يفضل في طريقته والقرارات الفردية وتضليل الرأي العام حتى الآن، مع أن الموضوع بقى شارح نفسه، ورجل الشارع العادي حتى اللي ما بيفهمش في الرياضة بقى فاهم في الموضوع دوت، لأن احنا قصرنا في حق مصر وعبثنا بمقدرات الشعب المصري الغلبان، لدرجة أن احنا بنقول أن احنا كأسرة كرة طايرة نلم المبلغ عشان كل اللي بيحبوا كرة طايرة يتبرعوا بجزء من راتبهم عشان نحل الأزمة. ولكن أنا شايفة الحل الأمثل أنه مش هتتحل بالطريقة دي إلا إذا كان الحاج علي يطلع ويعترف بالخطأ الفظيع اللي عمله في قراره الفردي بالمشاركة في البطولة، وهو يعلم تماما أن إحنا هندفع 600,000 جنيه وإحنا لا نستطيع دفع هذا المبلغ، مع أن البطولة كان ممكن قوي نعتذر. فحضرتك انا كنت سامعاك بتقول طب احنا كده ازاي مش هنلعب واحنا مؤهلين عشان نلعب؟ لا، في بطوله فريق 15 سنه كان ممكن جدا نعتذر، لان كده كده احنا طالعين الاخير، طالعين الاخير، فما فيهاش اي مشكله. طيب ما بما ان احنا كده كده طالعين الاخير، طالعين الاخير، طب كنا بنشارك ليه اصلا بالمنتخب ده؟ طب كنا ليه بنلعب بيه اصلا؟ والله هو ده السن اللي هو المفروض تذاكر الجاهر فيه تاهل من افريقيا، انت عارف ان في اربع فرق تاهلوا واحنا تأهلنا، فاحنا طالما وصلنا للحالة دي طيب. فكان المفترض طالما يا كابتن هناء، كابتن هناء، يعني الفريق ده او المنتخب ده مش شارك في بطولات افريقية علشان يوصل ويتأهل لكاس العالم وتدفع فيه فلوس ولا لا؟ طبعا بالتأكيد دفع فيه فلوس. طيب ما هو معنى برضو انه ما يسافرش ده ما هو بيمثل اهدار للمال العام.
لا ما هو انت كده انت بتنقذ موقف، انت اساسا اخطأت وبتنقذ موقف عشان ما توصلش لإهدار المال العام. يعني هتدفع 5000 دولار غرامة وممكن تتشال، ولا تدفع 600000 جنيه من خزينة الشعب المصري. طب ازاي يعني؟ طيب معلش سؤال تاني، سؤال تاني معلش استحمليني، لان انا محطوط في موقف صعب، لان انا بحاول اجيب الحاج علي السرجاني على التليفون، تليفونه مقفول، بحاول اجيب حد علشان يبقى بيمثل وجهة النظر الاخرى، فبالتالي انا مضطر هنا اتحول انه ارد عنه او اتكلم في كما لو انه موجود، فمعلش استحمليني في الاسئله اللي انا هقولها. طيب حضراتكم بتقولوا ان الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي قال ان انا ممكن اشيل عنكم الغرامه، طب ليه ما يشيلش عننا الفلوس الكتير 600000 بما انه رجل قوي في الاتحاد الدولي للكرات الطائره؟ يا استاذ ابراهيم لازم نفرق بين الغرامه وبين فلوس اتدفعت من داخل خزينه الاتحاد الدولي لوكاله السفر ثمن تذاكر. الغرامه دي الاتحاد الدولي هو اللي بيحددها. ممكن زي ما بيحصل كده ان غرامه اللاعب الفلاني كذا، واحنا بالرأفه والاستعطاف نخفف الغرامه، نشيل الغرامه، انا اتحكم فيها. لكن انا ما اتحكمش في فلوس الاتحاد الدولي. عمرو علواني ما بيتحكمش في اموال الاتحاد الدولي عشان يخليه يتنازل عن 600000 جنيه دفعهم اوريدي من جيبه لوكاله السفر. هناك فرق كبير جدا بين غرامه 5000 دولار كان ممكن يشيلها لنا او يخفض لنا جزء منها، وبين 600000 جنيه دفعوا فعلا لوكاله السفر ثمن تذاكر حقيقيه طلعت للمنتخب المصري ووافق عليها الحاج علي السرجاني وقال انا هدفع. فلازم نفرق بين الموضوعين، لان عمرو علواني مش طرزان عشان هو امين صندوق الاتحاد الدولي، ومش معنى ان هو مصري ان هو منوط بتجميع اموال الاتحاد الدولي كده. وصلت انا شايفه ان الحل يا استاذ ابراهيم انه الحاج علي السرجاني خد القرار منفرد، فهو طبعا يعني ربنا يكرمه ويدفع الفلوس دي من جيبه الخاص. اشكرك شكرا جزيلا كابتن هناء حمزه. وصلت انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره اتحاد الطائره معانا على التليفون كابتن احمد شوبير. كابتن احمد اهلا وسهلا بحضرتك. خير ابراهيم ازيك؟ مساء النور يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله ابراهيم ربنا يخليك. انا الحقيقه اللي طالب المداخله لانه بصراحه رفت بجد، لانه مش معقوله سمعه مصر والبهدله والتهزيء اللي احنا بنشوفه ده في خناقه ما بين اعضاء الاتحاد وكابتن هناء حمزه. تعرف تماما ان انا كنت واقف وما زلت بجوارها وبجوار الكابتن منى عبد الكريم، لكن ان تصل الى الايقاف الدولي اتحاد الكره الدولي للكره الطائره يوقف مصر واحنا عمالين نضحك عشان 600000 جنيه يا اخي، ده عمرو اديب لم في 24 ساعه لم 50 مليون جنيه يدفعهم علي السرجاني من جيبه، يدفعهم عمرو علواني من جيبه، يدفع اي حد من جيبه، لكن عيب ان احنا نبقى مسخه في وسط العالم كله، وعيب ان مصر تتعرض للايقاف الدولي، وعيب ان وزاره الرياضه واقفه بتتفرج وبتستمتع بهذا الحوار، تدفعها وزاره الرياضه وتخصمها على الحاج علي السرجاني، تدفعها وزاره الرياضه وتخصمها على اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره، لكن نبقى الخبر الاول في كل المجلات وكل الوكالات وكل الانباء عشان 600000 جنيه. ده انا فكرت 600 مليون جنيه صحيح. من العيب ومن العار. علي السرجاني اخطا يرحل يروح ياخد عصايته ويروح يتنقل ويروح يسيب كل الطايره ويروح يتوقف يتعاقب باي طريقه. لا يا جماعه، هو الناس مفكره سمعه البلد دي هزار ولا ضحك ولا نكته صحيح. ولا عيب والله يا ابراهيم عيب جدا. وطالعين يعني انا دلوقتي بقى لي 3 شهور عمال الخلاف بين اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه داخل في الاتحاد الدولي والنادي الاهلي، والخلاف دلوقتي في اتحاد الكره الطائره. ده يا جماعه امر غير مقبول يا جماعه، بتتكلموا على بلد وبتتكلموا على السكه وبتتكلموا. اذا حضرتك كابتن احمد شايف انه ما كانش ينفع ده يحصل باي حال من الاحوال؟ عيب. ما تيجي النهارده تبص على جامعه القاهره وشوف العيال هم بيحرقوا الامن بشكل امن وبيضربوا فرد الامن بالشوم، وتشوف النهارده الجامعات بدات تنتشر فيها كده، اذا كان رب البيت يا اخي. يا اخي عيب جدا صحيح. انا اسف، انا انفعلت واتضايقت وقررت ان انا اتصل بيكم. شكرك يا كابتن، شكرك طبعا انه يفرملك المهزله اللي احنا بنشوفها دي. شكرا. شكرك يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. كابتن احمد شوبير الاعلامي الكبير، تعليقا على الازمه المثاره حاليا فيما يتعلق باتحاد الكره الطائره. اذا الجميع في حاله من حالات الاستياء. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال شيحه، وقتي مع حضرتك انتهى. اتمنى نكون عرضنا القضيه بكل وجهات نظرها، وكنا بنتمنى انه الحاج علي السرجاني كان يبقى موجود معانا يرد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا ليا كلمه برضه سعادتك يا استاذ، سريعا جدا لان انا متاخر عن الاذان بقالي كتير. بقول ان الحاج علي السرجاني يجب عليه ان هو يقدم استقالته فورا ويسيب المكان لغيره عشان يقدر يصلح المنظومه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال شيحه، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. فاصل بعد الفاصل، علي البهنساوي الزميل الاعلامي المجتهد
بعد الفاصل بإذن الله مع حضراتكم، وتغطية لكل الأحوال المصرية، الواقع المصري أيضا الواقع العالمي بعد الفاصل.